أنا منى منير رزق، عضو البرلمان المصري، عضو في لجنة الشؤون الأفريقية، ناشطة نسوية. الحقيقة موضوع تأخر اشتراك الفتيات المتفوقات، وعندنا قضية كبيرة الحقيقة كنسويات مع مجلس الدولة، بيعز علينا جدا بعد ثورتين وبعد الدستور فيه 18 مادة بتنادي بالمساواة وبحق المرأة في تولي المناصب القيادية ومنها القضاء والتعليم، انما الحقيقه بيصدمنا لسه وبيحز علينا جدا يكون في جدل وصراع مع يعني حراس العداله في مصر، ان هم بيرفضوا وجود بناتهم واخواتهم على منصه القضاء وعلى تحقيق العداله الحقيقيه والمواطنه الحقيقيه في مصر. في عندنا 63 قاضيه بس، لكن مش كلهم قاضيات منصه، وانا يهمني انها تكون قاضيه بكل الصلاحيات. في بعض الدوائر والدرجات القضائيه لم يتم تقلد قاضيات فيها، والحقيقه لازم نقول انه اللي قاد وغير خريطه الوطن العربي كله هي النساء في الثورات العربيه. فمن حقهم، احنا بنطلب حق المتفوقات، بيتم استبعادهم واقصائهم لمجرد ان هم نساء.